الأستاذ أحمد صقر، مع أي الفريقين؟ الفريق اللي بينادي بالإغلاق ولا الفريق اللي بيقول إن الحالة الاقتصادية لا تتحمل هذه الإجراءات الاحترازية؟ طب أقول لحضرتك حاجة، أنا هسألك سؤال تاني، يعني أمريكا ما قفلتش ليه لغاية دلوقتي؟ لكن واخدة إجراءات احترازية بشكل كبير لدرجة إن الناس ما بتقدرش تتحرك من أماكنها ولا بيوتها، بتلتزم بالكمامات، فقادرين يطبقوا الإجراءات الاحترازية بشكل كبير. واقتصاد قوي. اقتصاد قوي ولكنه تأثر. تأثر لأنه طبعا النهاردة أكتر من ملايين الناس بتموت يوميا. المقارنات اللي عندنا أو الأرقام اللي عندنا ما هياش كبيرة، ولكن أنا طبعا هنا لازم في نقطة مهمة جدا، إن احنا عندنا لجنة لإدارة الأزمة، ولجنة الإدارة الأزمة بتحافظ على الرأيين، يعني الرأي إن هو في مناطق سياحية خالية تماما من الكورونا ودي مسموح بها في السياحة، وكتير جدا بيجوا عليها عشان طبعا الأرقام طبعا متواضعة أو الأرقام كويسة، لكن أنا أعتقد إن احنا دولة من سياحية ولازم نحافظ على هذا التأثير. يعني الغنى والفقر في المرض والوباء له ميزان، له وضع. أي بس هو حضرتك أنت عندك ثروة بشرية غير طبيعية، أنت تعديتي 100 مليون، فالمئة مليون دول لو توقفت عنهم هيعملوا ايه؟ يعني خطر الاغلاق اكبر بكتير من طبعا خطر مؤكد ان انا مؤكد افتح يعني مؤكد 100% ان هو طبعا لا بس لازم طبعا مش الاغلاق في حد ذاته هو ده الهدف، ولكن صحة الناس اهم كتير جدا من الاغلاق. ده متعلق بمدى قدرة القطاع الصناعي والتجاري والشركات في مصر بتطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل عدم وعي المواطنين بالشكل الكبير بخطورة الموقف. أيوة يعني مثلا قرارات الغرامات لعدم لبس الماسك في المرة الأولى 50 جنيه وبعدين يعني يمتد إلى عقوبات أخرى، ده شيء مهم جدا، شيء مهم جدا. يعني أنا أعرف ناس كتيرة جدا ما تقدرش تتحرك من بيوتها في أوروبا إلا إذا خدت إذن معين. في دور للدولة وللقطاع الصناعي والتجاري، دور المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال والصناعة طبعا، ولا هم نفسهم محتاجين اللي يقوم معاهم بدور المسؤولية الاجتماعية؟ وجود النهاردة الأربع شهور الجايين دول إن هو تغطية وتطعيم كل الناس على مستوى العالم، لأن كل الناس بتدور على إنها تعدي هذه الأزمة. فإن أنت تعدي هذه الأزمة وتطعم كل الناس بالفاكسين، ده معناه أنه هيدخلك في مرحلة آمنة في الاقتصاد، هترجع الأمور إلى طبيعتها، وفي نفس الوقت هتبقى تقدر أن أنت تتحرك بشكل أو بآخر. إنما النهاردة لو أنت فاتحة 100% والبلاد اللي حواليك قافلة، هتعمل إيه؟ هتشتغل مع مين؟ طيب مدى التزام القطاع التجاري والصناعي في مصر بتطبيق الإجراءات الاحترازية وقدرتهم على تمويل ده؟ ده شيء مهم جدا. يعني في الصناعات الغذائية أنا أقدر أقول لك النهاردة كلنا بلا استثناء بنطبق الإجراءات بشكل أو بآخر، سواء من ممنوع دخول أي موظف أو أي شخص، درجة حرارته بتكشف عليها الأول وهكذا، لازم يكون الكمامة، لازم إجراءات معينة، لازم كشف دوري، كل المصانع وكل المنشآت الصناعية النهاردة ده شيء أساسي وإلا يتقفل. يعني احنا بنشوف سلاسل تجارية بتتقفل نتيجة ان هو تزايد العدد، بس مجرد تزايد العدد مش مجرد ان وجود مثلا حد عنده مرض ولا حاجة، تزايد العدد. النهاردة الحكومة بقت صارمة، يعني الحكومة بتقف النهاردة موقف صارم لأنه ده بيؤثر بعد كده على حياة الناس. طيب موقف صارم مع أصحاب المصانع والشركات ولا مع عدم وعي المواطنين؟ المواطن يعني لازم برضك تفرقي بين حاجتين، المواطن في المدن والمواطن في القرى والريف. المواطن في المدن بتلاقيه يعني عنده درجة من الثقافة معينة،
وبالتالي ما بيحصلش مشاكل كتيره بالشكل او باخر. يعني خصيصا ان احنا شفنا الموجه الثانيه اللي حصلت في انجلترا والاغلاق اللي حصل لغايه 15 فبراير وسبع اسابيع وهكذا. ده طبعا بيشعرنا بالخوف والرعب. يعني ان انا النهارده لما الاقي دوله زي دي فيها الدرجه الرعايه الصحيه فيها على اعلى مستوى، وان النهارده تتخذ قرار حمايه للمواطنين بشكل او باخر، ده يخليكي ان انت تبقي حريصه جدا على انك انت النهارده لازم اجراءات معينه بشكل معين، بتخافي على اهلك، على اسرتك الصغيره، على اسره العمل بشكل او باخر. فبتبقى انت حريص على انك تعمل كل الاجراءات سواء شركه صغيره او شركه كبيره، لانه ده معناها استمرار الشركه او عدم استمرارها. طيب هل الموضوع متروك لرؤيه وقدره رجال الاعمال والصناعه في مصر، ولا الموضوع لرؤيه عام واشمل؟ يعني النهارده احمد صقر مش بس رجل تجاره وصناعه، حضرتك مسؤول في اتحاد الغرف التجاريه ومسؤول عن تقريبا الكيان الرسمي اللي موجود في اسكندريه للاتحاد. النهارده كل الشعب بيتكاتف بشكل او باخر في انه هو يعني بيقدم لكل المجتمع بشكل او باخر طبعا كنوع من المسؤوليه الاجتماعيه. انت من ناحيه الوازع الديني او انك انت من ناحيه الانسانيه عموما، يعني ان انت تقدر ان انت النهارده تحافظ على الناس بشكل او باخر. يعني لكن مش لازم بيكون في دور لمؤسسات المجتمع المدني كمان، مؤسسات المجتمع الاقتصادي. ايه الدور اللي قام بيه اتحاد الغرف التجاريه تجاه هذه الازمه؟ احنا هنا في اسكندريه قايمين بالدور ده بشكل او باخر. مش لازم يعلن يعني لا هو لازم يعلن. لا يعني في ناس بتعتقد ان الخير اللي يتقدم مش لازم ان انا ابقى ابروزه، يعني ما انا مش هاخد عليه اجر، لان في احاديث بتقول ان انا طالما خدت اجرك في الدنيا خلاص. لكن ان انت كنت هتعمل دون بشكل يعني ما يمليه عليك ضميرك ان انت تعمله، ان انت بس هنا حضرتك بتقصد التعامل مع الازمه كافراد اعضاء في اتحاد الغرف التجاريه، ولا التعامل مع الازمه من خلال كيان اسمه اتحاد الغرف التجاريه؟ بصي المسميات ملهاش لازمه دلوقتي، ان احنا في ازمه. المسميات ان انت شخص في مصر عليك دور تقدر تعمله عشان ربنا سبحانه وتعالى انه يعدينا كلنا على خير. ملهاش دعوه بقى بالمسميات، المسميات دي خلاص اترفعت. ما هي المسؤوليه دور. ايوه ما هو المسؤوليه دور. ما حضرتك النهارده لو انا هاجي اتكلم مع احمد صقر كرجل صناعه مسؤول عن مصنعه في قطاع الصناعات الغذائيه، حضرتك عملت ايه للناس في مصنعك، او عملت ايه انك انت ما ترفعش اسعار منتجاتك على الناس؟ فده دور. لكن لما تكون حضرتك نائب رئيس اتحاد الغرف التجاريه هنا في اسكندريه، فانت عليك دور تجاه المجتمع بقى بشكل كامل. ايوه احنا عملنا اجتماع ودعينا كل المسؤولين في المستشفيات والصيادله وكل الناس يعني، وحتى الجهات الاخرى اللي بتقوم جهات الدوله بتدعو الى اشياء معينه ومساهمات معينه، وكلنا بنشترك. يعني مفيش حد ما بيشتركش. ما اعتقد انا مش شفتش حد اصلا. ايه اللي تم في اطار ان احنا ننظم ونحرك العمليه التجاريه اللي هو حضرتك في اطار من التامين؟ يعني في اطار التامين زي ما بقول لحضرتك، التجاره الالكترونيه هي المنقذ الوحيد في الوقت الحالي للتوسع والمحافظه على حجم التجاره بيننا وبين دول العالم. طيب سواء بصراحة مشكلة تدريب وثقافة ان انا اقدر اامن الناس، ولا مشكلة تمويل؟ انت محتاج اموال ضخمة علشان تقدر تامن الناس وتطبق الاجراءات الاحترازية بشكل كبير. طبعا اذا كانت مفيش شخص ما عندوش اي حاجة، الاجراءات الاحترازية هتبقى بسيطة جدا. اما لو الانسان اصيب بكورونا طبعا هتختلف الميزانيه اللي بتدفع للشخص، يعني بشكل او باخر يعني هتبقى حاجه غير طبيعيه. خصيصا النهارده يعني انا سالت واحد دكتور في انجلترا بساله
بقول له يعني كل البروتوكولات، قال لي احنا ما بنعالجش الكلام ده، احنا بنعالج الاعراض، لان لسه كوفيد لم يصرح له كان وقتها يعني كان من 4-5 شهور يعني كان مش مصرح بيه باكتر من انه لو عندك عرض حراره تاخد الحراره، عندك عرض مش عارف ايه تاخد الايه، لكن ما تاخدش كل حاجه في وقت واحد، ما هو ده الجسم مش هتحمله اساسا يعني. حضرتك النهارده لو عايزين نقيم اداء الحكومه في تطبيق الاجراءات الاحترازيه او في اعلان الاجراءات الاحترازيه بشكل كامل، حضرتك شايف ان كان في قرارات بمتابعتك لاداء الحكومات في الدول الاوروبيه والاجنبيه والعربيه، النهارده احنا قمنا بالدور كما ينبغي ولا قدراتنا التمويليه كان ليها علاقه بان احنا ما قدرناش نطبق الاجراءات دي بشكل يحمي المواطن؟ بعد الفاصل.